مسارات متعددة وأهداف واحدة وربما عراقيل متشابهة. مشاورات الحوار السياسي الليبي المنبثقة عن ملتقى تونس تتواصل عبر آلية الاتصال المرئي، أخرى مباشرة تجري بين أعضاء مجلس النواب في المغرب. أهداف اللقاءات وضع الخطوط السياسية العريضة للمرحلة الانتقالية وصولا إلى انتخابات يتم على أساسها اختيار السلطتين التنفيذية والتشريعية، غير أن الطريق نحو هذه الأهداف ليس مفروشا بالورود. اتهامات بالفساد والريشة السياسية تلقي بظلالها على الحوار السياسي الذي جرت جولته السابقة في تونس. بعثة الأمم المتحدة أحالت هذه الاتهامات لفريق خبراء للتحقيق فيها، وأشارت إلى أن هذه الاتهامات يمكن أن تعرقل العملية السياسية، بينما لوح مشاركون في الحوار بالمطالبة بوقفه لحين انتهاء التحقيق في الاتهامات. رئيس مجلس النواب الليبي عقيل الصالح وخلال مباحثاته في موسكو أشار إلى أطراف تعرقل مسار المشاورات. لكن تدخل الذين لا يريدون ليبيا أن تخرج من أزمتها. لم يفصح صالح عن هذه الأطراف، غير أن أصابع الاتهام تشير لجماعة الإخوان ورجال أعمال مرتبطين بها ممولين من جهات خارجية بمحاولة رشوة مشاركين في الحوار. تهدف الريشة لشراء الأصوات لتمكين عناصر إخوانية مقربة من تركيا من السيطرة على السلطة في الفترة المقبلة، وبالتالي الإبقاء على الاتفاقيات الموقعة بين أنقرة وحكومة السراج. وفي طنجة تمضي مشاورات مجلس النواب وسط مؤشرات إيجابية وفقا لمشاركين فيها، وتهدف هذه المشاورات لتوحيد المجلس وعقد جلسة مشتركة داخل ليبيا ومشاركة المجلس في إنجاز المرحلة الانتقالية لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد.